وفي جديد الاستقرار وعلاقات العراق مع دول الجوار، زار وفد من مجلس الشورى السعودي قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين وعبر عن سعادته بزيارة المدينة التاريخية واستقبال أهلها، كما وأبدى استعداده للعمل والاستثمار في سامراء بما يخدم المصلحة العامة. وأشاد الضيوف بحضور النائبين الشيخ شعلان الكريم وخالد الدراجي ورئيس جامعة سامراء وقائم مقام المدينة بالدور الذي تقدمه الحكومة المحلية بالمحافظة واستتباب الأمن والاستقرار فيها. سامراء مدينة تاريخية، سامراء ليست للعراقيين فقط، للعالم العربي والإسلامي. ما في شك الجهد اللي شفتهم سواء من المحافظة وحبيبنا وأخونا قائم مقام المحافظة، والجهد المبذول ما جاء من فراغ. الحب اللي أشوفه في عيون أهل سامراء تاريخهم حضارتهم ثقافتهم، هذا يشجعنا حنا كجيران وأخوان لكم أن حنا نستثمر ونحط يدينا بإذن الله في ترتيبات الآن على قدم وساق دخول كبرى الشركات السعودية، في بعض التحضيرات اللي جالس نرتبها، وما أحب أستبق الأحداث، لكن إن شاء الله بتشوفون الخير.